أما بعد عباد الله، مع الحق كنا ومع اسم الله الحق يجب أن نكون دائما وللحق نعيش وبه نحيا وله ننتصر وله نخضع وبه نصدع، وهكذا شأن المسلم دائما. ولا بد لنا من مواقف نتفحص فيها أين نحن من الحق وأين نحن من نصرة الحق والخضوع للحق، وكيف كان علماؤنا من قبل إذا صدعوا للحق، وهل نحاسب أنفسنا فعلا؟ هارون الرشيد يزور مكة يوما فيقول لعامله هنالك: قد حاك في نفسي شيء، قد حاك في صدري شيء. يشعر هارون الرشيد أن في قلبه قسوة، أنه بحاجة إلى ما يرقق قلبه، أنه بحاجة إلى ما يذكره بالله واليوم الآخر. قال: فانظر لي من هنا، أي فانظر من هنا من الصالحين العلماء الأولياء الذين إذا وعظوا القلوب تذكرت وخضعت وذلت لله سبحانه وتعالى ورقت هذه القلوب. قال: فأتينا سفيان بن عيينة وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، كلاهما من علماء الحديث، فحدثاه وكلماه وقضى حوائجهما، ثم قال: والله ما أغنى صاحباك عني شيئا. انظر آخر، قال: نعم، هنا الفضيل بن عياض. وما أدراك ما الفضيل بن عياض؟ رجل انقطع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، رجل ليس في قلبه إلا الله حقيقة. نعم، استوى عنده التبر والتراب تماما، استوى عنده الملوك والعبيد تماما، لأنه ليس له عبودية في قلبه إلا لله سبحانه وتعالى. يطرق هارون الرشيد بيت الفضيل بن عياض فلا يجيب، يقولون له: أمير المؤمنين. قال: ما لي ولأمير المؤمنين وليس معهم، قلبه مع الله سبحانه. قيل: إنه له عليك حق الطاعة. ففتح الباب وعاد إلى غرفته التي بها يحيي ليله في ظلمته، يتحسسه هارون الرشيد، فتقع كف هارون الرشيد على يده، فبادره بالقول: يا لها من كف، ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله، يا لها من كف ما ألينها إن نجت غدا من عذاب الله. قال: خذ فيما جئناك لأجله. هارون الرشيد يقول له: نعم، لهذا الأمر قد جئنا. حتى قال عامل هارون الرشيد: والله ليكلمنه اليوم بكلام نقي من قلب تقي. فماذا قال عياض؟ فماذا قال الفضيل بن عياض؟ وما هو الحق الذي صدع به؟ لم يهب كبيرا ولا صغيرا في حق الله وفي ذات الله. قال: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة، هكذا يسمونه في كتب الحديث، رجاء بن حيوة أو رجاء بن حياة، دعاهم فقال: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشير عليه. قال: هو عد ذلك بلاء، عد الخلافة بلاء، وأنتم تعدون ذلك نعمة ومغنما أنت وأصحابك. قال: فقال سالم بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن أردت النجاة غدا من عذاب الله، هي هذه القضية التي تحرك قلوبهم وتؤرق مضاجعهم،
كيف يكون ناج غدا من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن إفطارك من الموت. من هذا الذي يكف نفسه عن شهوات الدنيا؟ ومن هذا الذي يكف نفسه عن المعاصي والمنكرات؟ ومن هذا الذي يجعل الموت ذكره قائما وقاعدا به، يستشعر لحظة لقائه بين يدي الله بكل لحظة؟ صم عن الدنيا وليكن إفطارك من الموت. هذه كافية لتكون واعظا لقلبك وسبب نجاتك في كل أمرك. وماذا قال محمد بن كعب بن القرظي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إذا أردت النجاة غدا من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم عندك أخا، وأصغرهم عندك ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. نعم، من يقوم بهذه الأخلاق الكريمة، توقير كل كبير للحق وإكرام الأخ والعطف على كل صغير للحق، ويقول رجاء: يا أمير المؤمنين، إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، واكره للمسلمين ما تكره لنفسك. ثم يقول الفضيل: وأنا أقول لك، إني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه الأقدام. فهل عندك من يشير عليك بذلك؟ في موعظة طويلة هذا بعضها. وهنا إذن أين نحن من الانتصار للحق والصدر للحق؟ وأين نحن من حب المسلمين وأن نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا؟ وأين نحن من الكف عن الشهوات المحرمات والانتصار لأمر الله سبحانه وتعالى؟ أين نحن وقد انتشر كثير من النفاق والكذب والتزوير للحقائق؟ بعضنا يقول لك: لا أرضى أن أكون مع الباطل، ولا أرضى أن أنتصر لباطل. لكن هل ينتصر لحق؟ أليس كثيرون في الواقع سكوتهم أحيانا انتصارا لنفاق؟ أليس يرضى البعض أن يكون جزءا من ديكور الباطل، وفي ذلك من أعظم أنواع الانتصار، بل أخطر أنواع الانتصار للباطل؟ دعوني أقف مع مواقف ثلاثة، مع ثلاثة مواقف، ونرى أين نحن من الحق والانتصار للحق فيها، وهل نرضى أن لا نكون مع الباطل بأي شكل من الأشكال؟ وهل لا ننجر إلى الباطل فعلا ولسنا جزءا من الباطل؟ وهل نحن جزء من الحق حقيقة؟ كل إنسان أدرى بنفسه، ولا نتهم أحدا، وأنا أول المقصرين بينكم في كل هذه الأمور. عندما نرى دولا في شرق أو غرب وتتكرر هذه المآسي، تعتقل كل من ينادي لإصلاح وكل من يدعو إلى خير، ثم تلقي عليهم تهما معلبة جاهزة، تهمة الإرهاب. إنهم يريدون أن يحدثوا خللا في أمن المجتمع، إنهم يرفضون سيادة الدولة، إلى غير ذلك من التهم المعلبة الجاهزة. وتنطلق عندئذ أبواق الإعلام المضلل الكاذب المفتري تأييدا وتمجيدا لهذا الباطل، من غير أن يكون هناك حكم قضائي يقوم على أدلة صحيحة. طالما تتكرر هذه المظاهر الظالمة، وطالما يتكرر النفاق والتأييد لهذا الباطل والسكوت عن هذا الباطل وخذلان أهل الحق وعدم الانتصار لهم في دول عديدة، إذن أين نحن من الحق والانتصار للحق؟
ليمضي بعضهم عشرات السنين من السجون لا أحد يذكره أو يدافع عن حق. إذن عندئذ إذا تمكن الباطل وإذا ابتليت الأمة بابتلاءات كثيرة نتيجة تمكن الباطل هذا والسكوت عنه، فلا نقول لماذا حدث ما حدث، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والصورة الأخرى، بمجرد أن تتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية والدعوة إلى كل خير وإصلاح وإحسان في المجتمع، ينبري لك فئة من الناس استحوذت على سلطة المال والإعلام والنفوذ، فكيف يحاربونك؟ كيف يحاربون الدعوة إلى تطبيق شرع الله في الأرض؟ يقولون لك: نحن مؤمنون، إيماننا في قلوبنا، لا أحد يزاود علينا. وإذا عرضت حالهم على الإيمان، وإذا عرضت حالهم على كتاب الله، فهل هم ممن يقيمون الصلوات؟ هل هم ممن يؤدون الأمانات ويحفظونها ويحافظون عليها؟ هل هم ممن يتحققون بالصدق مع الله ومع أنفسهم ومع الخلق؟ هل هم ممن يرفض الربا وأن يتعامل معه؟ هل هم ممن يقرون بأحكام الله ولو كانت الحدود ولو كانت العقوبات؟ واقع حالهم يقول إنهم لا علاقة لهم بذلك أبدا. تأبى قلوبهم وألسنتهم وأحوالهم أن تخضع لأمر الله وشرع الله، ثم يقول لك: نحن مسلمون، نحن إيماننا في قلوبنا، أنا أكثر منك إيمانا، لا تزاود علي في إيمانك. ثم ماذا؟ يستحضرون من يشوه صورة الإسلام، يخترقون لك شخصيات على أنها فقهاء وعلماء، وهم ليسوا من الفقه في شيء وليسوا من العلم في شيء، ليقدموا أحكاما ويقوموا بممارسات تشوه صورة الإسلام، والإسلام من ذلك بريء، كدعوى فرض الإسلام على الناس أو دعوى تطبيق الحدود بشكل لا يمد إلى الإسلام وقوانينه وأحكامه بصلة أبدا إلى غير ذلك من أمور. يقول لك: هذا الإسلام الذي نرفضه، هذا الإسلام الذي يريده أهل الشريعة وتطبيق الشريعة. ثم إذا ما خرج عالم مبصر ذو حكمة وبصيرة فيبدأ التشويه في حقه أو التعتيم في حقه إلى غير ذلك من الأساليب التي لا تخفى عليكم، لينطلقوا بعد ذلك بأكذوبة كبرى تحت مسمى التوافق أو مسمى حماية الأقليات وحقوق الأقليات ورفض الإقصاء والتهميش. وما التوافق في حقيقته إلا أكذوبة كبرى ليقصوا الأكثرية، ليقصوا شريعة الله سبحانه، ليهمشوا الآخرين، ليعتدوا على حقوق الآخرين. هذا واقع الحال. هم كل إعلام الغرب اليوم ليس له هم إلا أن يتكلم عن حقوق أقليات يخشون عليها، أما حقوق أكثرية ساحقة في المجتمع ذبحت خلال 50 سنة واضطهدت خلال سنوات طويلة واعتقلت وعذبت وأقصيت حقيقة، والعذاب قائم في حقها والإقصاء قائم في حقها، هذا شيء لا يجوز أن نتكلم عنه ولا أن نتناوله. من هنا هذا هو الباطل، إذ يلبس ثوب الحق بما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. حال هؤلاء تماما كما قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نحن لا نرفض الشريعة لكن نرفض هؤلاء السفهاء الذين يدعون الشريعة ويدعون تمثيل شرع الله سبحانه. نحن لا نرفض الشريعة، أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حالهم تماما. هنا يتبين المؤمن من المنافق،
هنا يتمايز الناس حقيقة. لست أنا الذي أقول، الله تعالى الذي يقول. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهذه سمعنا وأطعنا ليست كلمة تقال باللسان، لا بد أن يعبر اللسان عن حال القلب، ولا بد أن يعبر القلب من خلال السلوك عن حقيقة ما في هذا القلب. وإلا فالمنافقون قد جاءوا إلى رسول الله وقالوا نشهد إنك لرسول الله، فماذا قال الله بحقهم؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال بحقهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. مظاهر من الباطل الذي يلبس بثوب الحق ويعتدى فيه على أهل الحق، ويراد منه إقصاء الشريعة عن الوجود وعن التطبيق. والأمة كل الأمة تتطلع إلى تطبيق الإصلاح وتطبيق الخير وتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك كيف يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكيف يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهنا يجب أن نسأل أنفسنا أيضا، نحن الذين ندعي الانتساب للحق أين نصرنا للحق؟ وأين براءتنا من كل أولئك؟ وأين وقفة الحق التي نصدع بها ونخضع فيها للحق؟ وأما الموقف الثالث فأين نحن من الحق؟ وأين نحن من نصرة الحق والوقوف مع الحق ونحن نرى المذابح والجرائم التي يقوم بها النظام الفاجر في سوريا، ما تشيب له الولدان وتقشعر له الأبدان وتنفطر له القلوب إن كان ثمة قلوب، ويهتز له كيان كل إنسان إن كان ثمة إنسان. ماذا تركوا من وسائل الإجرام؟ يجوعون الناس أياما حتى إذا ما قيل ثمة مخبز فيه خبز فيجتمع الناس فيقصفونهم بالصواريخ أطفالا ونساء ليأكلوا خبزا مغمسا بالدم. هذا النظام الفاجر. ثم تجد من يبرر، ثم تجد من يدافع، ثم تجد من يسكت. فإذا صح الناس لخديعة الخبز اخترعوا خديعة أخرى، يجعلون الناس يعيشون أياما وليالي في البرد القارس، فيقال إن ثمة صهريج للوقود، فيجتمع الناس لعلهم ينالون شيئا مما يستدفئون به، فتنهال عليهم صواريخ هذا النظام الفاجر اللا نظام، فتتفحم الجثث أطفالا ونساء. هل سمعتم أنه لا فعل ذلك؟ هل سمعتم أن عتاة المجرمين قد فعلوا ذلك؟ وبمن؟ وبشعوبهم؟ وبمن؟ وبالأطفال والنساء؟ يقولون لك لماذا يثور الشعب السوري؟ أقولها بصراحة، من لم يعش في سوريا لن يستطيع أن يفهم، حتى لو كان متعاطفا مع الشعب السوري، من لم يعش في سوريا في السنوات الماضية وإلى قيام الثورة لن يستطيع أن يفهم بسبب الدجل الكبير والشعارات الكاذبة باسم ممانعة ومقاومة وغير ذلك، وبسبب النفاق الخطير
لن يستطيع أن يفهم لماذا دار الشعب السوري، لأنه لم يتلوى يوم تنتهك عرض أخته أو تهدد أمه أو بنته في عرضها، ولأنه لم يعش عشرات السنين في ظلمات السجن تدمر، ولأنه لم يشارك في ماله نهبا وسلبا، ولأنه لم توقف مصالحه فلا تمشي لك مصلحة مهما كانت قانونية إلا بكثير من الرشاوي والفساد، لأنه لم يعايش القبضة الأمنية والتسلط والإجرام والانتهاك لكل معاني الإنسانية والعزة والكرامة والإذلال لهذا الشعب الذي يابى أن يكون ذليلا بطبيعة حال، لأنه لم يعش فر عقيدة باطلة باسم حزب باطل أسس من قبل الاستعمار أساسا حزب البعث، لم يعش فر هذه العقيدة الباطلة، لم تجبر أخته على أن تنام مع الشباب في مخيمات ضلائع البعث، لن يستطيع أن يستوعب إنسان لم يعش حالة المجتمع السوري قبل الثورة لماذا يثور الشعب السوري ويبقى الشعب السوري بين خيارين مرين، بين خيار أن يثور ويتمرد على هذا الظلم والطغيان والفساد والاستبداد والإجرام وهو يعلم النتائج، يعلم أن تدميرا من وراء ذلك يمكن أن يكون، وهو يعلم أن العالم لن يقف معه، وهو يعلم أنه ربما يتهم بالمؤامرة والخيانة والعمالة وخدمة الأعداء، بين أن يثور ويحدث كل ذلك وبين أن يبقى يعيش حياة الذل والمهانة والاستعباد والفساد والاستبداد. وأخيرا قرر قراره لتأتي كل الأحداث لتؤكد أن ثورة الشعب السوري هي ثورة الأنقى، وهي الأطيب وهي الأطهر، لأنه لا يمكن الإنسان أن يكون عميلا أو خائنا يقدم نفسه ضحية، يقدم عشرات الآلاف من التضحيات والشهداء لأجل عيونه أن يكون خائنا أو عميلا أو مرتزقا، لا يمكن للشعب أن يثور وهو يرى كل هذه التضحيات لولا أن شيئا عظيما قد دفعه من ذلك كله. وها نحن براهين، نرى براهين التآمر ليس على النظام، التآمر على الشعب السوري وعلى جيش سوريا وعلى اقتصاد سوريا وعلى شعب سوريا وعلى البنية التحتية فيها بعد أن هدمت الأخلاق فيها وبعد أن هدمت القيم أو أريد تهديم القيم والأخلاق فيها. نحن نرى حقيقة تآمر العالم كله مع هذا النظام، لأنه هو المسؤول أولا وآخرا أن أوصل الناس إلى هذا الموصول وإلى هذا الحال، تآمر العالم كله مع هذا النظام. لماذا؟ يريدون أن يستمر هذا التدمير ويريدون أن يستمر هذا القتل حتى لا تقوم يقوم لهذا البلد قائمة، ذلك أن هذا النظام طالما حمى حدود إسرائيل حدود العدو الصهيوني، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، هم لا يرون البديل الذي يستطيع حماية العدو الصهيوني، طالما هذا النظام أمن مصالحهم الخطيرة في المنطقة ودعك من خروجه هنا وهنالك في مواقف محددة، وما حفر الباطل وغزو العراق وموقف النظام من ذلك وتأمين مصالح العدو في هذا الأمر إلا أحد الشواهد في هذا الأمر، لأنهم لم يجدوا بديلا عميلا يضمن لهم حماية مصالحهم إذن وحماية العدو الصهيوني، إذن فليدمر الإنسان وليدمر الجيش وليدمر الاقتصاد وليدمر كل شيء في هذا البلد، وليسكت العالم وليذر العالم الرماد في العيون تارة باسم إغاثة وتارة بجولات إعلامية أو مفاوضات سياسية. نعم يريدون لهذا النظام أن يستمر في إجرامه حتى لا يفكر العرب يوما إننا نريد إصلاحا، حتى لا يفكر العرب يوما إننا نريد ربيعا،
حتى لا يفكر العرب يوما بالتغيير ليقولوا لهم إن معنى أن تطلبوا التغيير والإصلاح التقسيم، إن معنى ذلك التضحيات، إن معنى ذلك الدماء إلى غير ذلك. يريدون أن يقنعوا الناس أن ربيع العرب ما هو إلا مؤامرة، والحقيقة أن المؤامرة هم أن يتآمروا على ربيع العرب وأن يحرفوه عن مساره وأن يجعلوا تكلفته عالية في هذا الأمر. يريدون أن يستمر هذا النظام، لذلك يمنعون أي سلاح أن يصل إلى الثوار. نعم، يمنعون ذلك كل هذه الدول، وكل ما تسمعونه عن مساعدات كذب في كذب. إنما الثوار إما تهريبا وإما غنيمة من الجيش نفسه، وهم يتمزقون أن يجد أحدهم نفسه مضطرا لأن يسقط طائرة زفع ثمنها من عرقه ودمه، لكن هذه الطائرة بدل أن تقصف في تل أبيب فإنها تقصف الأطفال والنساء على الأفران وعند الصهاريج، ويقولون بعد ذلك لماذا يثور الشعب العربي المسلم السوري؟ وأين المؤامرة في ذلك؟ وعلى من المؤامرة؟ ومن المسؤول عن هذه المؤامرة؟ ولماذا يسكت العالم عن استمرار هذه الجرائم التي لم نسمع عنها إلا ربما عند، بل لم نسمع بمثلها عند عتاة الطغاة عبر التاريخ؟ هنا يتساءل الإنسان أين الحق؟ وأين الانتصار الحق؟ وكيف يمكن الاستمرار في السكوت على هذا الباطل وهذا الإجرام؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.